مئات القتلى والمصابين قد تذهب دماؤهم سدى وتبقى في ذاكرة أهاليهم صورة ألسنة اللهب التي حولت قاعة أفراح الحمدانية إلى قاعة أحزان. وثبتت يوم 26 من شهر أيلول حلقة جديدة من مسلسل كوارث الإهمال الحكومي. مرت أكثر من 24 ساعة على الفاجعة حتى قرر السوداني الحضور إلى نينوى ليسجل هذا الحضور في إرشيفه الدعائي، بيد أنه لن يملك إجابة جريئة لأهالي الضحايا عن سبب الحريق والمسؤولين عنه وكيف ستتم محاسبتهم. المتابع الخارجي للتفاعل الحكومي مع الفاجعة قد يبدو له أن الحكومة ستتحرك وستفرض قيوداً على البناء وتلزم المباني العامة بإجراءات السلامة، لكن الذي يريد حقيقة التفاعل الحكومي عليه أن يسأل أهالي ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية ومستشفى ابن الخطيب في بغداد، فهم أكثر الناس خبرة بالدعايات الحكومية وإجراءاتها الوهمية. فلو فرضت إجراءات السلامة منذ زمن هذين الحريقين لما حدثت فاجعة حريق قاعة الهيثم في الحمدانية التي تفتقر إلى إجراءات السلامة والأمان بحسب اعتراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. حقيقة قاعة لا توجد بها مواصفات السلامة والأمان بسبب وجود ألعاب نارية، تم احتراق السقف بشكل سريع وانهيار سقف البناية على الموجودين داخل القاعة. وطالما أن القاعة بهذه المواصفات فمن رخص لها الافتتاح ولما تم ذلك؟ هذا سؤال قد يثير دهشة للوهلة الأولى، لكنها ستزول عندما يعرف أن ملكية القاعة تعود لأحد الأشخاص المدعومين من ميليشيا بابليون. فكم من مبنى استثماري في العراق تملكه الميليشيات وهو عرضة لكوارث الحريق؟ وجود مؤشرات على تورط الميليشيات بهذه الفاجعة دليل كاف على فشل مصير التحقيق الذي فتحته الحكومة بالفاجعة. وحينما يعزي أهالي ضحايا غرق عبارة الموصل أهالي ضحايا حريق الحمدانية، سيقولون لهم المصاب واحد والمسؤول واحد، وملف التحقيق سيطوى بعد تسجيل الجريمة ضد مجهول.